بدأ مجلس الشورى أعمال جلسته 29 المنعقدة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة. اخترى المجلس بعدها بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، كما اخترى المجلس برسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2012، ورسالة سعادة العضو السيدة رباب عبد النبي العريض بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث قرر المجلس الموافقة على الطلبين. بعدها جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم 84 لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمتضمن التوصية بالموافقة على توحيد مشروع قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم 84 لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في مشروع قانون واحد من حيث المبدأ، والموافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون الموحد، حيث استكمل المجلس مناقشة 19 مادة من المشروع وذلك حسب توصيات اللجنة.